هذا سائل يسأل: هل السجائر حرام فنجتنبه البتة، أم هو مكروه نبتعد عنه، أم هو مسكوت عنه؟ يا سبحان الله، ما تسمع ولا سمعت عن الدخان شيء ومسكوت عنه؟ ما سكت عنه يا أخي، حتى الكفار ما سكتوا عن الدخان، بيّنوا أضراره وأخطاره وحذروا منه وما سكت عنه، وهو من الخبائث، وهو من الأشياء التي تضر بالبدن، تورث الأمراض، وهو كريه المذاق وكريه الطعم وكريه الرائحة، ويسبب أمراض خطيرة، كريه المنظر. المدخن شوفه من أكره الناس منظر، شوف فمه سيء مثل فرجة المطبخ، شوف فمه مثل فرجة المطبخ، سوداء والعياذ بالله، أسنانه سوداء، لكن الهوى يغلب على الإنسان ويغطي على عقله، وإلا لو يجبر الناس إجبار ما شربوا الدخان، لكن الهوى هو اللي يخلي الحسن قبيحا والقبيح حسنا. نعم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الدخان ما بقي فيه شبهة إنه حرام، شديد التحريم. نعم.